بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. هنتكلم على أداة تريم قص أو أداة الإكستند إطالة لأي جزء من أجزاء السكتش. أداة التريم أو أداة الإكستند بتسهل لي إنشاء الأشكال المعقدة والمتداخلة مع بعضها. أداة التريم ليها أكتر من وضع ممكن نشتغل بيه، أقوى واحد فيهم هو الباور تريم، وهيبقى أكتر أمر بنستخدمه في تعديل أي سكتش. تعالوا نروح لبرنامج السوليد ووركس ونبدأ نتعلم أمر تريم. أمر تريم موجود هنا في مدير الأوامر Command Manager. لو أنا ضغطت على السهم ده ممكن أختار من القائمة أمر ستيل. نضغط على تريم. الباور تريم طبعا هو أفضل وضع زي ما قلنا، بس هنرجع له بعدين. فتعالوا نبص على الكورنر تريم. الكورنر تريم هيسيب الجزئين اللي هتضغط عليهم ويمسح بقية الأجزاء اللي في الكورنر ده. فأنا هاجي أضغط ضغطة واحدة عادية بالماوس، أختار الجزء الأولاني، وبعدين هاجي هنا واختار الجزء التاني. هنلاقيه عمل تريم للجزئين الخارجين من الكورنر ده. مرة كمان هاجي هنا واضغط على الخط الأول وبعدين اضغط على الخط التاني، فهيعمل تريم للأجزاء المتعلقة. تعالوا نشوف تريم أواي إنسايد. هنا أنا بختار كمان الأجزاء اللي هتتقطع، فهاجي أختار الجنب ده وكمان الجنب ده، وكل اللي انا محتاج اعمله بعد كده اني اضغط على الاجزاء اللي عاوز احذفها. فانا هاجي اضغط هنا وهنا وهنا. لاحظ الريليشن شيبس اللي بتنضاف بتخلي النقطه دي كوانسيدنت، يعني منطبقه على النقطه دي. تريم اواي اوتسايد شبهه جدا، بس انا هختار الجنب ده وده، ونيجي نعمل تريم خارج يعني اوتسايد الخطين دول. فمجرد ان اعمل تريم لواحد بيعمل تريم للجزء الخارجي التاني كمان. التريم تو كلوزت هيعمل تريم لاي جزء زياده لاقرب خط متقاطع معاه. فانا عندي الخط ده هنا اهو قاطع الدايره دي، وفي جزء زياده منه خارج من الدايره، فانا محتاج اقطع الجزء الزياده ده. نفس القصه هنا، انا هقطع الاجزاء الزياده من الخطوط دي أو أي أجزاء ممكن تكون زيادة عن الرسمة. وبعدين نيجي للباور تريم، هنضغط عليه. الباور تريم صعب شوية نفهم هو بيشتغل إزاي، بس هو أداة مهمة وقوية جدا. الباور تريم هيبدأ بخط، بس مش هنبدأ بأي خط من الخطوط المرسومة، إحنا هنبدأ في الجزء الفاضي من مساحة الرسم. بمجرد ما نبدأ رسم هيظهر لنا خط صغير مكان ما إحنا بنرسم. اي حاجه هيعدي عليها الخط اللي بنرسمه ده هيعمل له تريم. فهنيجي نعمل تريم للجزء الصغير ده، ولما نيجي هنا هيعمل تريم للنهايه دي هناك. نتحرك فوق ممكن نعمل تريم للجزء العلوي ده او الجزء السفلي ده بمجرد ما يعدي الخطين. اقدر اعمل تريم لكل دول طول ما انا ضاغط على زرار الماوس. هفضل مستمر عمل التريم، وتقدر تشوف المسار اللي ماشي الخط فيه عشان يعمل تريم للأجزاء دي. بمجرد ما اسيب زرار الماوس المسار هيختفي وكل الأجزاء اتعمل لها تريم خلاص. هرجع لمدير الأوامر الكوماند مانجر واختار أمر اكستند. أمر اكستند بيمد الخط لحد ما يخبط في أقرب حاجة ليه. لو مفيش حاجة هيخبط فيها الخط اللي هيتعمل له تريم ده مش هيشتغل. تعالى نعمل اكستند للخط ده. فمجرد ما اجي على الخط بيعمل لي معاينه صغيره الخط هيبقى عامل ازاي لو عملت له اكستند. هيعمل له امتداد لحد اقرب حاجه يخبط فيها. هنيجي للخط ده هنضغط عليه فيحصل له اكستند، والخط ده كمان. نقدر نعمل اكستند لاي حاجه ونشوف هيبقى شكلها ايه قبل ما نعمل لها اكستند. ممكن نعمل كده مع الاركس الاقواس كمان. بمجرد ما نضغط عليه هيعمل اكستند للقوس لتحت لحد ما يخبط او يلمس هنا. نضغط على ده هيعمل له اكستند لحد هنا، واكستند لده كمان بنفس الطريقه.
ونقدر نفضل نعمل اكستند لكل الخطوط مع بعض عشان نبني جزء معين. أداة التريم هي أداة أساسية مهمة جدا لرسم الأشكال المعقدة في أي سكتش. لما نفهم أمر التريم أو أمر الإكستنت نقدر نعدل أي سكتش بسرعة ونروح للمستوى التاني.